استمرارا في حديثنا عن عاصفة الحزم والتي نتابع يعني مهامها بشكل قوي ومكثف، تتابع هي مهامها بشكل قوي ومكثف، ونحن نتابع الحقيقة بدورنا هذا الجهد وهذا العمل العسكري المحدد والواضح أهدافه منذ البداية. اليوم احنا في اليوم التاسع، دائما مع ضيوفنا نحاول أن نحلل الوضع ونستشرف المستقبل ونتخيل السيناريوهات كلها سواء الإيجابية ولا السلبية في هذه الحرب. خلونا قبل أن نبدأ النقاش مع ضيفنا نشوف أنواع الطائرات المستخدمة من قوات التحالف في هذا التقرير. بعد انطلاقة إشارة البدء لعملية عاصفة الحزم العسكرية بغارات جوية على مواقع عسكرية تسيطر عليها جماعة الحوثي في صنعاء ضمن تحالف خليجي عربي لحماية الشرعية في اليمن، قادت المملكة العربية السعودية عمليات عاصفة الحزم العسكرية بمئة طائرة مقاتلة ومئة وخمسين ألف من القوات السعودية. ولعلنا في هذا التقرير نسلط الضوء على أبرز هذه المقاتلات. المقاتلة F-15 إيجل وهي طائرة مقاتلة، واحدة من أهم الطائرات المقاتلة التي ظهرت في الجزء الأخير من القرن العشرين. تم تصنيع أكثر من 1100 نموذج منها حتى عام 2008 ميلادي، صممت كي تكسب تفوق جوي فوق أرض المعركة. المقاتلة البريطانية تورنيدو المتخصصة للهجوم الأرضي، وهي طائرة مقاتلة متعددة المهام تستعمل كمطاردة وقاذفة، وهي من إنتاج أوروبي مشترك. تتكون الطائرة من محركين نفاثين، صممت أساساً كطائرة هجومية متعددة. طائرة BAE هوك من طراز M&K، وهي طائرة تدريب النفاثة متقدمة عسكرية بريطانية الصنع. تستعمل الطائرة من قبل العديد من الدول كطائرة تدريب متقدمة وأيضاً كطائرة قتال منخفضة. المقاتلة 16UH وهي مروحية إسناد ونقل عسكرية متوسطة الحمولة ذات محركين من إنتاج شركة سيكوريسك الأمريكية للطائرة. شكرا للزملاء على التقرير. للحديث أكثر عن العاصفة يسرنا لكم معنا المحلل الاستراتيجي والخبير العسكري الأستاذ إبراهيم آل مرعي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. شكرا لحضورك معنا. تقييمك لدى احنا اليوم في اليوم التاسع، أبرز المكاسب إذا جاز التعبير خلال الأيام التسعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لي أخي علي أو في البدء أنا أقول إنما النصر من عند الله وتكلانا على الله وثقتنا في الله سبحانه وتعالى، ثم في جنودنا وضباطنا وقادتنا، ثم في أهلنا في اليمن. النقطة الأخرى، عاصفة الحزم هي خطة محكمة وتدار بكفاءات عالية. المملكة العربية السعودية ودول الخليج والدول العربية المشاركة في التحالف لم يمر عليها أن شاركت في تحالف مثل عاصفة الحزم، ولا يوجد هناك دولة عظمى تقود هذه العمليات، وهذه أول تجربة. ما أود أقوله أنه يجب أن لا نستعجل النصر. كما ذكرت أخي علي، نحن في اليوم التاسع. الضربات الجوية وعاصفة الحزم تمر بمراحل، وكل مرحلة لها معايير نهاية ومعايير بداية وأهداف، وجميع الأهداف لكل مرحلة مرتبطة بالهدف النهائي للعملية. الهدف النهائي في العملية الذي حدده خادم الحرمين وأشقائه قادة دول الخليج وقادة الدول العربية، إعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن وعودة الشرعية واستعادة المؤسسات الحكومية. العمليات حققت إنجازات في 9 أيام،
بحيث استطاعت تدمير جميع القواعد الجوية، مراكز القيادة والسيطرة، الدفاعات الجوية، وأيضا استطاعت تدمير رأس الحربة في الجيش أو في القوة التابعة لصالح، وهو اللواء 33 الذي كان جاثما على صدور القبائل في الضالع. والآن نحن نتحدث اليوم 3 أبريل، نتحدث عن أن القبائل في الضالع وفي شبوه أصبحوا مسيطرين على مناطقهم، ولم يعد للحوثي مكان في هذه المنطقة، وبالتالي هذا إنجاز تحقق على الأرض. الإنجاز الآخر، سمعنا بالأمس وقبل الأمس أن هناك حرب شوارع في عدن، وأن هناك محاولة من الحوثيين وصالح الوصول إلى عدن، وكانوا يهدفون من هذه العملية تحقيق 3 أهداف: فك الحصار والحصول على إمداد وتموين من إيران، وتهديد مضيق باب المندب، وأيضا توجيه ضربة إعلامية لقوات التحالف، وهو ما لم يحققوه. ونجح التحالف فجر هذا اليوم بإيصال إمداد من الذخيرة والأسلحة وأجهزة الاتصالات وأجهزة تحديد المواقع، وبدأت اللجان الشعبية في عدن بتنسيق مع اللواء 111 اللي في أبين و35 في تعز، وبعد تعيين الرئيس هادي قائدا للمنطقة العسكرية الرابعة التي تشمل تعز وأبين وعدن والضالع ولحج، أصبح هناك معنوية عالية، ولدي أنا تواصل بأكثر من 13 من مشايخ اليمن وضباط من الجيش التابعين والموالين للشرعية وللشعب اليمني. المعنوية التي تحققت اليوم في عدن هو مكسب تحقق على الأرض. ما نحتاجه في الأيام المقبلة هو الاستمرار في الضربات الجوية، وهناك تساؤلات تطرح لدى المواطن السعودي أو لدى المواطن الخليجي أو العربي: متى ننتقل؟ هل هناك عمليات برية أو هل هناك؟ وأنا أقول أن هذه العمليات هي لا يحكمها بيان صادر من أي مسؤول، وإنما تحكمها مسرح العمليات والتطور الذي يحدث على مسرح العمليات. وتتوقع أننا سنحتاج في النهاية إلى ذلك، لأنه كان في تصريح الوزير الخارجية لمن المكلف أنه طالت الحرب وانقصرت، في النهاية سنحتاج إلى تدخل بري. رؤيتي أنا كمحلل استراتيجي وعسكري، هناك صدر تصريح من سمو الأمير سعود الفيصل أنه لن يكون هناك تدخل بري، وصرح عادل الجبير في واشنطن أنه التدخل البري مطروح، وذكر رياض ياسين وزير الخارجية اليمني أن نحتاج إلى تدخل بري بأسرع وقت ممكن. ولكن من يحكم هذا؟ هناك نقاط حاكمة تحكم الانتقال من مرحلة الضربات الجوية إلى مرحلة الحسم، وهي مرحلة العمليات البرية. من يحكمها هو مسرح العمليات. اليوم الضربات الجوية تحقق أهدافها، والقوة البرية الحقيقية هي الشعب اليمني واللجان الشعبية والقبائل اليمنية والجيش الموالي للشرعية. وأنا لا أؤيد ولا أدعم تدخل بري في الوقت الراهن من قبل قوات التحالف. اللجان الشعبية والقبائل تحقق إنجازات على الأرض. ما تحتاجه الآن يا أخي علي هو أن الآن ما زال لدى الحوثي وما زال لدى صالح معدات ثقيلة، فعندما تتقابل اللجان الشعبية تقابل الحوثي يكون لدى اللجان الشعبية أسلحة خفيفة، بينما لدى الحوثي مدرعات ودبابات. المطلوب من التحالف هو توجيه ضربات، حتى لو كان تقلع طائرة من التحالف لتوجه ضربة ضد دبابة، فذلك يجب أن لا نستخسر مثل هذه الطلعات الجوية. بعد تدمير الدبابات سيكون هناك لدى الحوثي أسلحة خفيفة ولدى اللجان الشعبية أسلحة خفيفة، ويصبح فيما يسمى في العلم العسكري التكافؤ بين القوتين، والميزان يرجح للشعب اليمني وللجان الشعبية. في هذه المرحلة تبقى القوات البرية لقوات التحالف في مرحلة تسمى مرحلة تأهب واستعداد، وكقوة احتياط ضاربة على الحدود على المملكة العربية السعودية. ولكن أن يكون هناك ضغوط من أي كان على تدخل بري فأنا لا أؤيد ذلك. في المرحلة الراهنة هناك نتائج تحقق، هناك ضربات جوية تحقق أهدافها، تبقى القوات البرية للتحالف على الحدود حسب التطور الموقف على مسرح العمليات. نعم.
اسمح لي في فاصل أخير ونعود بعد قليل نستكمل هذا التحليل ونستشرف أيضا. اهلا وسهلا بكم، لازلنا نحلل عاصفة الحزم ونستشرف ايضا المستقبل ما بعد العاصفة او اثنائها مع الخبير والمحلل الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي الاستاذ ابراهيم المرعي. اهلا وسهلا بكم مرة ثانية. الناس قلقة مما يحدث على الحدود، يعني ربما بعد شوي وزارة الداخلية تطلع بيان لما حدث اليوم في الوديعة وما حدث امس طلعوا فيه بيان. يعني تقييمك للأداء، هل لدينا احنا قصور في هذا الجانب أم أنه طبيعي متوقع أن يحدث مثل هذا الاشتباك؟ طبعا يا أخي علي، وأنا أقول هذا لك وأقول للمشاهد الكريم، أن أي حرب تخاض هناك ما يسمى فيها خسائر معركة. فلذلك وأنا أقول هذا الأمر منوط بالأجهزة الإعلامية أن تهيئ الرأي العام لدى قوات التحالف بأن وجود خسائر بشرية ومادية أمر وارد في الحروب. لا يمكن أن نخوض حروب بدون أن يكون لدينا شهداء وخسائر مادية وخسائر اقتصادية، ولكن في النهاية يكون حققنا استقرار ومكسب استراتيجي لا يقدر بثمن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل الشهداء لدى قوات التحالف ولدى الشعب اليمني الذين قضوا في عدن أو في الضالع أو في شبوة أو في أبيان. ولذلك يجب أن نعلم أن مثل هذه الخسائر هو أمر وارد، ولكن هل لدينا قصور؟ الخطة الموجودة وعاصفة الحزم، وأنا أقولها بكل صراحة وليس محاولة لذكر أشياء غير صحيحة، عاصفة الحزم من أفضل الخطط الحربية التي أعدت في 30 أو 40 سنة في المملكة العربية السعودية، وهي تلافت كثير من أخطاء سابقة واستفادت من كثير من المناورات التي أجرتها سواء المملكة أو دول الخليج في مناورات مشتركة. ولذلك أنا أقول أنه لا يوجد، وأطمئن المواطن أن ما يحصل على الحدود الجنوبية هي أمر طبيعي، هناك مشاغلة من قبل الحوثيين، وأنا حتى هذه اللحظة وحتى هذا الوقت الراهن لدي طمأنينة تجاه سير العمليات في اليمن أو على الحد الجنوبي للمملكة العربية السعودية. نعم، بس أحب أذكر أنه عاجل اثنين استشهدوا من حرس الحدود في منطقة الحسن التابعة لظهران الجنوب بعد اشتباكات. بروح لزاوية أخرى، هل نجحنا إحنا في الوصول إلى القاعدة الشعبية اليمنية فيما يتعلق بأن هذه الحرب من أجل اليمن ومن أجل أهل اليمن؟ ويعني على الأرض هل إحنا موجودين؟ فشلنا إحنا في السابق في الوصول للشعب، لأن كانت ترسل أموال ولكن كانت تروح لشخصيات معينة هناك، اكتشفنا في النهاية أنه ما عندنا شغل حقيقي على الأرض. هذه المرة كيف هو الوضع؟ هذا السؤال رائع يا أخي علي، تسلم الله يخليك يا سيدي الكريم. لكي تكون الأمور واضحة، عندما تخطط لمثل هذه العملية تخطط، ذكرنا المراحل ولا نتطرق لها، بجهود 4 جهود متوازية تتفق ولا تتعارض مع بعضها البعض، وهي تسير في سبيل تحقيق الهدف النهائي من العملية. الجهد الدبلوماسي والسياسي، وهو ما قامت به المملكة ودول الخليج في جامعة الدول العربية أو مجلس الأمن، ولإقناع الرأي العام في مسألة أن هذا التدخل هو شرعي ويأتي لحماية اليمن واستجابة للشرعية اليمنية. الجهد الثاني هو جهد معلوماتي إعلامي، وهو ما تقوم به وسائل الإعلام كجهد إعلامي لدعم المجهود الحربي. الجهد الثالث هو جهد عسكري، وهو المتمثل في طبيعة العمل العسكري لعاصفة الحزم. أما الجهد الذي أنا أراه كمحلل لم يظهر حتى اليوم التاسع بالشكل المأمول، فهو الجهد الاقتصادي. ماذا أقصد من وراء ذلك؟ المواطن اليمني، الشيخ الموجود في جبال الضالع أو العجوز الموجودة في عدن أو الطفل الموجود في شبوة،
يريدون أن يسمعوا من دول الخليج بالذات في أن هناك خطة لإعادة بناء اليمن ما بعد نهاية العمليات. نعم. ماذا يرجى من ذلك؟ يرجى من ذلك أولا طبعا إعادة بناء اليمن هو مسؤولية دولية، ولكن المسؤولية الرئيسية تقع على عاتق مجلس التعاون الخليجي. يريد أن يسمع المواطن أنه بعد نهاية العمليات ستبني الدول الخليج على سبيل المثال في كل محافظة جامعة، 21 جامعة، ستبني مستشفيات، ستبني أو ستقدم منح دراسية. ماذا تعتقد يا أخي علي لو سمع الشاب الموجود في صنعاء أو في صعدة أو في الحديدة أنه بعد نهاية العمليات ستقدم دول الخليج منح دراسية، كيف سيكون مردودة على الجهد الحربي الآن؟ فلذلك هذا الجهد لم يتضح إلى الآن، وهذه مسؤولية تقع على عاتق وزراء المالية والاقتصاد في مجلس التعاون الخليجي. من المفترض أن نرى لهم دورا ويخرجون في مؤتمر صحفي يرافقهم فيه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ويوضحون ليس بالضرورة تفاصيل الخطة ولكن ملامح لطمأنة الشارع اليمني. هذه الطمأنة ستجعل المواطن اليمني يشارك في مرحلة الحسم العمليات البرية التي تقوم بها اللجان، وأيضا ستشارك في مرحلة السابعة لإعادة الأمن والاستقرار لليمن. هذا الجهد هو نقطة الضعف حتى الآن في عاصفة الحزم، وهي ليست مسؤولية القادة العسكريين وإنما وزراء المالية والاقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن أنا أتكلم أيضا عن الخريطة الإعلامية فيما يتعلق بالشحن اليومي، أنت تعطي معلومة حقيقية، تعطي مبررات معينة لهذه العاصفة، يبدو أنه في سيطرة حوثية وأيضا علي عبد الله صالح على القنوات الإعلامية في اليمن الباقية، وأيضا هناك جهد من حزب الله في لبنان لقنوات أخرى. صحيح أخي علي، منذ 21 سبتمبر منذ سقوط صنعاء كان هناك في اليمن 14 قناة إعلامية، قناة فضائية. الذي يعمل اليوم هي المسيرة والساحات، وهذه تتبع للحوثي، وأما اليمن اليوم وأزال والعقيق فهي تتبع لصالح، وعدن لايف تبث من بيروت تحت إشراف حزب الله. أما بقية القنوات التابعة للأحزاب الأخرى كالحزب الناصري أو حزب الإصلاح أو الأحزاب الأخرى أو الصحف الورقية تم حرقها وإتلافها. وبالتالي أنا طالبت عدة مرات وأنا قلت أنه يجب على قوات التحالف استهداف هذه القنوات كمراكز استخبارات وحرب نفسية موجهة من إيران، ولا ينطبق عليها القانون الدولي في حماية الحقوق الإعلامية أو حماية الصحفيين. ولماذا ذلك؟ الحوثيين أحرقوا هذه القنوات، ونحن في دول الخليج نتعامل مع إيران بحسن الجوار وبالحوار وبعدم التدخل في الشأن الداخلي، ولكن إيران يجب التعامل معها بالمثل. ومن هذا المنطلق أنا أكرر من خلال هذا المنبر أن تستهدف هذه القنوات التي تشوه حقيقة العملية التي تريد إنقاذ اليمن من براثن المد الفارسي، وأن تعيد اليمن إلى حاضنة العالم العربي، وأن تعيده آمنا مستقرا، أمره وقراره بيد الشعب اليمني. نعم. أيضا وأخيرا ودي أسأل عن يعني أسوأ السيناريوهات المتوقعة اللي ممكن تصير في اليمن ما يتعلق بهذه المعركة. حتى هذه اللحظة لا أعتقد أنه يوجد، طبعا جميع الاحتمالات واردة، ولكن لو تابعت أخي علي عندما سئل اليوم المتحدث العسكري باسم قوات التحالف العميد أحمد وذكر هل في هناك إمكانية لاستخدام صالح للأسلحة الكيميائية أو الجرثومية، هذه أنا أعتقد أنها قد تكون أخطر ما يمكن أن تكون في هذه العملية، وأعتقد أنها لو تجرأ وقام بفعل هذا فسيكون هناك ردا يختلف عن جميع الردود أو يختلف حتى عن الضربات الجوية، سيكون هناك مواجهة قوية جدا، وسيتم التركيز على هذا الشخص بالذات كمركز ثقل. وعلى فكرة يا أخي علي، صالح وعبد الملك يعتبرون في هذه العملية مراكز ثقل سياسية، ويعتبرون أهداف عسكرية متاحة ومباحة لقوات التحالف. نعم. تعازينا لعبد الرحمن القحطاني ومحمد الحربي اللي استشهد اليوم في
مركز الحصن في منطقة ظهران الجنوب بعد أن رحمة الله عليه كان في متسلين في اشتباكات رحمة الله عليهم شهداء الواجب وألهم ذويهم الصبر والسلوان ونحن نعزى ونعزي فيهم. شكرا لك أخي إبراهيم المرعي الخبير العسكري والمحلل الاستراتيجي على حضورك معنا في أهلا، وإن شاء الله نتواصل مستقبلا في 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 مقبل الأيام ونتحدث عن يعني عن هذه العاصفة في أثنائها وما بعدها. شكرا لكم أنتم لأنكم تخصصون جزء من وقتكم لمتابعتنا في أهلا، ألقاكم غدا في أمان الله.